منتابع معكم مشاهدينا، ومثل ما وعدناكم اليوم رح اطلع عليكم خبيرة الاتيكات مدام مارلين سلهب والإيمج كونسلتنت حتى تقلنا كيف ممكن ننقي نظارات ان كانت بنستعملها بالصيف بالشتاء، بتعرفوا قد ايه نحن بنستعملها للونات سولير باي طريقه، كيف ناخذها واللونات بشكل عام ونكون هيك عم نطلع الاجمل دائما والاكثر اغراء. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم مارلين؟ الحمد لله. يعني بالفعل أصعب شيء بعتقد بالأكسسوار هو أنه ننقي اللونات، فليه اخترتي هذا الموضوع وقديه عن جد صعب ننقي اللونات؟ بتعرفي أنا طلبوا مني أنه بيشتروا عوينات، صار كتير ناس أونلاين إذا بتلاحظي، وما في غير أنه ما بيروحوا لهم وأوقات حقهم كتير مصاري، ودونك قلنا لا خلينا نعمل هالحلقة بما انه انطلبت منا. بس بعدين لاحظت انه لما قلت اني بدي اعمل هالحلقه كثير ناس قالوا لي ليش نحن كيف بنعرف الفيس الشيب تبع وشنا، شكل وشنا؟ بتعرفي انه في بعض الوجوه دغري بتبين عليكي، بتبين انه وشها مدور، في ناس بتبين عليكي وشها، بس في ناس الملامح وشها كثير ناعمه ام مخفية ما بتعرف، بتشتري كتير أمور وأوقات كتير ما بتلبسها. هلأ هي شو بينفع؟ أنا أول وحدة ما بعرف نقي لونات، ويا ما عندي لوناتات وما بستعملهم لأنه بطلت حبهم، فهيدي كتير نصيحة. هو ما بنعرف ليش ما بدنا، يعني مثل ما عم تقولي دكتورة باسكال، ما بنعرف ليش ما عم نرتاح. اوقات نحن ما بننتبه، حضرتك حكينا مره انه في كمان البرانش تبعهم، يعني المسكات تبعهم، في امور كثيره. بس قبل ما بلش، هي مش بس اذا بنعرف شكل وشنا بينفعنا بس للعوينات، ما بدنا ننسى انه بس تعرفي شكل وشك بتعرفي اي قصه بترحلك. الرجال بيعرفوا اي لحيه لازم يقصوا، يعني يقصوا شكل اللحية تبعهم بشكل انه تليق لوشهم ويظهر مدى عينيهم اكثر. يعني هي بنعتازها لعده امور، حتى بالعوينات اذا مثلا انسان نخيره طويل وحابب انه ما يظهره، ما حدا بيعرف انه هي خبريه جسر مش خبريه بس عوينات. يعني انسي العوينات، في جسر بيبقى اوقات واطي بيقص له شوي، يعني بياخد شوي من مدى الأنف ببين أصغر، أما اللي أنفه صغير لازم يكون الجسر عالي. دونك في أمور هيك صغيرة بسيطة كتير بتنفع. خلينا نعرف كيف نقيس مثلا، هيك نعرف شو شكل وجهنا. Exactly. هي أهم شيء نعرف شو شكل الوجه. داكور. نحن بفتكر هلأ بلشنا إذا بدك تعملي أنت تقيسي وشك، كيف بتقيسي؟ اولا بده يكون معك يعني مزورة تكون تانجيبل، يعني هيك بتطعج لانه اهون لك. الناس بتفتكر هون، انا بدي اقول شغله، لانه اوقات بتشوفي وش مصور عليه قلب مثلا اخذ من الوش، ولا الناس بتقول ليش هن حطوا كاري هن لا مش مزبوط. لما بدك تاخذي لقياس الوش بدك تطلعي تشوفي وين العظمة بوشك اللي هي أعلى شيء، أعلى شيء، يعني بتبلشي let's say أنا مثلا العظمة تبعي هون، في ناس بتبقى يمكن أعلى شيء هون، وين أعلى شيء بالعظمة بدك تاخدي قياس الوش. يعني أول شيء بتبلشي بالصنديح، ما في شك، بس الصنديحة يعني بدك ترفعي شعرك كله، تربطي شعرك، تاخدي النقطة من هون لهون. هلا أنا ما في مراية، ما عم بقدر اتطلع، بس لازم تكون جالسة وتاخدي وين أعرض مرحلة من وقت مطرح ما ببلش الشعر لآخر شيء. أوكي رايت. هيدي بالصنديحة. اما بالعظمة وين اعلى شيء انت عندك بالعظمة بدك تاخدي القياس، وبده يكون حتى لو قطع على المنخير ما في اي اشكال، بس انت بدك تاخدي وين انت العظمة تبعك اللي هي اعرض شيء. ترجعي بعدين للحنك، لانه الحنك كثير مهم تتعرفي، لانه اذا بتلاحظي في ناس من فوق رفاع وحنكون اعرض، اللي بيبقى تريانجل مثلا، مثلث، بس في مثلث
من فوق عريض وفي مثلث من تحت عريض. دونك مشان هيك اذا بتلاحظي لازم دونك ناخذ اول شيء فيه يقول جبين، بعدين ناخذ تحت العينين على العظمه قلنا اهم شيء، بعدين الحنك اللي هو بين الانف وال من هون والشفايف. نعم هيدا حنكيك. هلا فيهم الافضل فيهم بياخذوا كمان جو لاين اللي هي كثير مهمه، لانه في ناس كاري بتشوفي خصوصا الرجال بتاخدي من هون من تحت دينتك لنص المانتون يعني الدقن تبعك وبتضربيها باثنين لانه بتصير اهون، سينو بتاخدي اثنين. ما في شك انه بدك تاخدي من راس الشعر اول راسك لهون وبتشوفي قد ايه الطول. هلا بتقولي لي اوكي اخذتهم وايدتهم، انا كيف بعرف؟ بدك تتكلي على اعرض جزء بوشك. وين اعرض جزء بوشك؟ تنقول حضرتك تنقول وشك مبروم رح يكون طول وعرض ذات شيء تقريبا. أوكي. نحن ما عم نحكي اوكي تقريبا. اذا مثلا انت وشك لا بيضاوي اوفال اللي هو بيقولوا انه هو اضبط وش للعوينات، بيبقى مثلا انه من هون تقريبا ذات الشيء وبيرفع من تحت، هون بيبقى زيت العرض عن فوق بس بيجي بيضاوي جوستما. دونك هلا في طريقه ثانيه ما بعرف اذا الصوره موجوده، اذا مش حابين ناخذ المزور بس انا بفضل نعمل اثنين، اذا بدك للمظبوط الافضل نعمل اثنين. فيكي رح نعملها وخلص رح لانه بتساعدك لشعرك بتساعدك لمكياجك، اذا ما عندك بومات بتصيري تعرفي كيف بدك تحطي البلاش. يعني بتساعدك لكثير امور. هيدي الثاني طريقه، بدك تقفي قدام مرايه دغري. أوكي. بوشك لازم تكون المرايه وعلى بعد بس ايد مش اكثر لتقدري تصوري. تطلعي دغري بالمرايه، اذا عندك قلم فاتر اذا عندك صابونه قلم حمراء بتصوري فورمة وشك اللي هو مبين. فكرتها ليزر بالاول شيء انه تحطيها ببين الوجه. اوكي انا برسم. انت بتصوري لان بس ما تكوني بعيده ماكسيموم تقدري تطال ايدك، بتصوري وشك بتطلعي بتلاقي انه مزبوط انا القياسات اللي عملتهم بيشبهوا هالشيء. وفي ناس بتاخذ سيلفي وبتشوف على السيلفي هون. أوكي. بتصفي ان بو بلوس تكنولوجيك اشطر، انا مش شاطره فيهم. أوكي. بس هيدول في عدة طرق انه نعرف شيب تبع وشنا. ما تعرفنا الشيب تبع وشنا كم شيب فيه؟ فوالا هو في ناس بتقلك 8 لما تظبطيهم بيطلعوا هن لا 7، نحن حاطين 6 ليه؟ لانه في تريانجل مثل ما قلت لك قبل اللي هو مثلث ممكن يكون من فوق رفيع ومن تحت عريض وممكن يكون العكس، بس هن 6 اذا بدنا نحكي مع اكيد فورمه القلب. يعني عندك اول شيء المبروم، عندك بعدين البيضاوي، عندك المستطيل اللي هو ريكتانجولير، عندك المربع اللي هو مثل كاريه اوكي، بعدين عندك مثل ما قلنا المثلث، وعندك فورمة القلب اللي بتبقى من فوق عريضة ومن تحت جاي دقنة رفيع. هلا يا هل ترى انه هيدي لها دخل بالجمال؟ ابدا، يعني ممكن تكون مطلق اي في تكون ملكة جمال العالم، ما لها دخل ابدا بجمال هيدا، بس لا تعرفي حضرتك كيف بدك تنقي عويناتك. بس الاوفال بيلبق له اكثر من غيره صح؟ بيلبق له اكثر من غيره. هيدا الاوفال هون انا مش مبين، خليني اطلع بالوش. يا حو مبين دغري لحظه وين الغون اللي حده هيدا رون. نعم. هيداك الاوفال ليه ما عم فوالا هون الاوفال. هون الاوفال اذا لاحظتي. اوكي فوالا هيدي البيضاوي. اوكي سوري انا لانه هون هيدا المربع يحوي كاري، عندك هون الغون هون اذا لاحظتي دكتوره اللي هو مثلث ممكن تيجي مثل القلب بعدين كمان رح نحكي عنه يحيي القلب هون، بس هن بيستعملوا تقريبا ذات الشيء اذا في عرض من فوق. اذا التريانجل عريض من فوق بيستعملوا تقريبا ذات الشيء. وعندك فوالا هون ريكتانجولير اللي هو الطويل. اوكي خلينا نبلش اول شيء. نعم في صوره بفتكر ل الغون، يعني مثل ما قلت ما بقى رح ارجع عيد كل شيء، بس مثل ما قلنا انه بيبقى الطول والعرض تقريبا ذات الشيء. ليش برحله
باردون، كثير مهم نعرف انه كيف بنلاقي الفورمة الوجه بالعوينات بدنا نعكسها. اوكي. يعني اذا حضرتك مبروم وشك دغري اكيد ما بتلبسي مبروم. اوكي. اذا كاري اكيد ما بتلبسي كاري. يعني انت بدك تعكسي الوش لتقدري تتماشي مزبوط مع وشك. مش دارج بنمشي فيه ابدا. حتى بدي اقول لك شغله، لانه ما في شغله وحده بتروح، عرفتي؟ انه مثلا بيقولوا لك عوينات النظر شيء وعوينات الشمس شيء. مزبوط، عوينات النظر لازم يبينوا حواجبك، لانه بالنظر، يا الله يمكن رح اخذ شويه وقت بس مهم نعرف ليه بنطلب يبين الحواجب لما بتكون عندك عوينات نظر. اولا اجمل الوش كثير جميل بالحواجب، والبرهان انه من 10 20 سنه صار اللي ما في شعر بيعمل تاتو. صح. دونك الحواجب بيعطوا جمال كثير للوش الست وللرجال ذات الشيء. بقى مشان هيك منعلق على الحواجب بالنظر، ممكن بعوينات شمس ما تعودي ترتكزي. ليه؟ لانه بتروحي اكثر لللوك تبعك، شو شو نسق ثيابك، شو بتحبي تلبسي، ممكن تتغاضي شوي، بس بتضلك بذات الفورم. يعني اذا انا برحله فورم فراشه تنقول، باخذها مثلا بال عوينات الشمس بشكل فراشي بس يمكن اكبر. بس هيك ما بتنزعلي وشي، بالعكس كل ما بطل انا هيك. هني كثير ناس بتحب تقول لك العوينات بتغري الشخص، لانه خصوصا اللي عنده كثير ديفويات بتجمل اذا عرفت تنقي اللونات المضبوطه. كنا اول شيء بيقولوا حتى اذا عندك مثلا اشياء مش عاجبتك بجسمك وحابه تطلي انت غير طلي، بتتكلي على عويناتك. صح. لانه الناس اول ما تطلي حتشوف وشك، حتشوف عويناتك. دونك خلينا نبلش اول شيء بالمدور. بالمدور مثل ما قلنا بدنا نعاكس، دونك بدنا نروح لنتفي مستطيل. اوكي، بده يكون الحجم مستطيل. اذا ما بعرف يمكن انا وين الكاميرا بفتكر هون. فوالا، بده يكون شوي مستطيل اذا الوش مدور. كمان فينا نروح للاي كات. ليش؟ لانه بنعم الوش ما في شك. الاي كات يعني بيقولوا له العين، عين القطه، عين القطه. هيدي كثير بتروح للوش المبروم. اوكي، لانه بترفعه كمان. ما في شك انه كمان الفراشه اللي حكينا نحن عنها كثير بتروح لانه بتطلع طلوع. اوكي، في فراشه هلا بنفرجيها. واشيك شيء لها للوش المبروم هو اللي تقريبا اوفال، كثير بنعم الوش تبع الست اذا وشها مبروم. اوكي، خلينا نروح على الوش المستطيل، بلوتو البيضاوي. بفتكر وراها، فوالا، بفتكر وراها في الوش البيضاوي. البيضاوي مثل ما قلنا كل العوينات بتروح لإله، بس إذا حط عوينات رون بتعطيه شوي انفانتان، يعني ببين ولادي ولادي ولادي. الأزبط شيء اللي بيعطي كاركتير حلو كتير للست لما بتكون ولا الرجال بوش البيضاوي هو هيدا الفرم. هيدا أكتر شيء بيعطي كاركتير. يعني بتحسي إنه الست عندها كاركتير، وبتلاحظي أغلبية اللي بسبيكرينات بتلاحظي بيستعملوا، خصوصا اذا وشهم بيستعملوا، هل بتشوفيهم اكثر شيء على التلفزيون بيستعملوا، لانه تعطي كاركتير اكثر للست لما بيكون مثل ما قلنا وشها كثير بيهربوا من اللونات لما يكونوا مش كثير نظرهم قوي. فبالعكس يعني اذا بتلبق لهم يعني بتعطي كاركتير كمان. بدي اخبرك هون، اذا قلت في سبيكرين مشهوره كثير كنديه كانت قبل على الراديو تحط العوينات لانه عندها ميوبي وعندها استيغماسي. إلي بضل بحط اللونات وبشيلها لما بده يقرا وبيرجع. هيدا اعطتني كاركتر. انت عندك كاركتر اصلا فريمون. وي، بس لما طلعت على التلفزيون طلعت من دون عوينات لانه وشها حلو ومشهوره يعني. ما عم تقشع، ما عم تقدر تقرا، مع اوراقها. بريف، لما عرفت انه في شيء اسمه شكل الوش جابوا حدا. هلا هي اكثر وحده مشهوره بعويناتها. أوكي. هلا ما بتغير كثير فورمة عوينات، بس بتغير بالالوان، لانه هون بدنا نرجع
للحلقة اللي عملناها كتير مهم الأندرتون تبعك، مش شو لونك. مش لونك، إذا اليوم أنا برونزي مش يعني أني أنا خلص تغير الأندرتون تبعي، أنا برحلة ألوان دافية، برحلة ألوان باردة. مثل التياب، مثل التياب زيت الشيء، ولو تشوفي شو بيفتحوا الوش. دونك إذا بدنا نحكي قلنا الأوفال إنه البيضاوي برحلوا كل شيء، برحلوا مدور، برحلوا الريبن، برحلوا الريبن يعني ستيل أفياتور. الأفياتور يعني في عدة أشكال ما بتزعج أبدا، وحتى عوينات الشمس. أوكي، هلا من بعدها بشوف لونات بصير حب حط لونات كلنا هيك. هلا بدي أجرب لك هولي لأنه فريمان حلوين، بفتكر من بعده يمكن يحطوا الصور عن الوش الكاري. هلا حتى لو مش موجود افوالا موجود الصوره، لاحظي كثير ناس بيقولوا لي لو طلعوها شوي لفوق الزيح كان بين مش مربع. مش مزبوط، بدك تشوفي العظمه هيدا اللي الناس اوقات عم بتلخبط فيه، وين اعرض شيء عندك بوشك بدك تشوفي العظمه اللي هي نافره بوشك وتلحقيها. دونك وش الكاريه على الاكيد بده يروح لشيء نتفي مبروم. حتى يا بتشوفي شو حلوه انت، مع انه انت وشك مش كاريه. انا ايه مش كاريه بس مبينه هيدي بتلبق. الوش الكاريه اذا بتلاحظي بيبقى مثل أغلبية رش الوش تبع هيدي بتكسر كل الفورمات شوي، تكسرها يعني إذا أوفال إذا روم تكسر شوي ولا لا؟ ممكن بدي أقول لك شغلة، بالروم لازم أصلا يكون في أنجل. أوكي، يعني شي طرف هون مثل هول اللي فرجيتك اياه هون لازم يكون فيهم انجل، لانه الوش ما في انجل اذا بتلاحظي، بين محدده فوالا. ايه ما في حدود، بالعكس لما بيكون الوش كاري بدك تزيحي عن المحدد. يعني اذا لاحظتي بيستعملوا الدوميرون لما يحددوا اوريدي هو الوش كتير كاري يعني محدد. دونك انت لتزيحي عن تحديد فيكي على كل الاحوال تشوفي قد ايه بيروح للستات كمان اللي بقول لك الاي كات، لانه بتنعم وش الست، بس الرجال ما رح يلبس الاي كات. بالعكس الرجال يمكن تستعمل هالفورم اكثر، بتنعم الوش ما بيعود مبين كتير كاري الوش. اوكي، هيدي جوستومون هالشقلي وهالرون نتفي من هون كثير بنعم، ما بيعود ستركتوري هيك مثل مهند يعني بيقولوا هندسي يعني. اوكي، دونك هيدول بيروحوا، بيروح كمان الفارم البيضاوي يعني اللي مثل ما قلنا نص هيك كثير بيروح للوش الكاري، وما في شك انه بيروح الافياتور. واذا لاحظتي من شي 5 سنين، ما بقى نعرف الوقت قد ما عم بيصير غلط، اكثر من 10 سنين درج كثير الافياتور للرجال. ليه؟ لانه عنده دوبل هون 2، واغلبيه الرجال عندهم جو لاين قويه، هيدا كثير بنعم وش الرجال، مشان هيك بتشوفي كثير رجال كثير شباب بيلبسوا فورمه الافياتور. هلا ممكن تكون سوداء بيضاء بتعرفي حسب، بيروحوا على السيف، ما بعرف ليه بحسوها هالقد سيف، يمكن الافياتور فخلص انه البقله بضلوا عليه اغلبيه الرجال. بفتكر اذا منه وشه كثير طويل اغلبيه الرجال بيشتغلوا، انا بعرف من شبابنا بيشتغلوا انه يكون عندهم هالخطوط. عرفتي بتحسي انه هو رجال اكثر، واغلبيه الرجال عندهم تقريبا الوش الكاري. هلا هون باللحيه عم هون البنت اللي وجهها كاري، هون لا البنت ريكتانجولير، هيدا الوش الريكتانجولير يعني اوتوماتيكمون انت بدك تنعمي. يعني بدنا نروح بلوتو للمبروم. المبروم بيطلع كثير حلو على الوش الطويل. ليش؟ ريكتانجولير بيبقى طويل ومش عريض. بدك انت تعملي نتفه عرض، وبدك تعطي عرض لهيدا، فيك تروحي لألوان كتير حلوة بريكتانجولير وتعطي نتفة عرض لوشك. أوكي، فيك أكيد فيك كمان تستعملي مثل ما قلت الأفياتور كمان. في عدة أشياء مهم
انت ما تخلي هالوش يبين كثير طويل لانه هو ريكتانغولير، هو انه اطول من العرض تبعه. سو اوتوماتيكمون بدك تستعملي العوينات اللي ممكن هي تعطيكي عرض ما تعطيكي طول. بالرجاله كثير بينتبهوا على اللحيه، ما بيطولوها كثير اذا وشه كثير طويل، بتكون شوي ممسوحه من هون تما يعطي عرض ما يعطي طول زياده بالوش. اوكي. اكيد بعدين عندنا الوش اللي هو بفتكر تريانجولير، بفتكر في تريانجولير لما فينا نقول اذا كان عريض من فوق دائما نحن لازم نخفف من العرض، دونك لازم نحن نروح فوالا. ممكن تكون الست ولا اجمل يعني ما دخل جوستومون. دونك تريانجولير هون بدي تنتبه على شغله. ما بتلاقي اطار كادر من تحت. دونك انت بدك تستعملي الكادر لما بيكون عريض من فوق بلون فاتح. أوكي. ما بده يكون لون غامق لما يعرض زياده، بده يكون مبروم ليعطيك نعومه من فوق. اوكي. هلا بتعكسي لما بيكون من تحت العريض. في كثير ناس بتقلي فضل البس انفيزيبل لما بيكون العرض من تحت معاكس. يعني هلا مش ضروري يكون هيك صغير، بس انه شفاف. أوكي. لما يعطي عرض زياده. بس هيدا بيروح كثير للست اللي وشها عريض من فوق ورفيع من تحت. كمان هيدا كثير جميل للرجاله لما بيكون عريض من فوق ورفيع من تحت. هيدا بيعطيه هون فوالا، ما بتعود يبين عرض الوش لانه من هون كثير عريض. هل بيعطيها نتفه نعومه للوش. ذات الشيء في يقول عن القلب. كمان بدنا ننتبه لانه القلب هلا بتشوفي بالصوره قديش عنده عرض وين؟ فوق على صنديحه وعلى الخدود تبعه، مشان هيك بيروح له كثير الافياتور مثل ما قلنا، بترح له الالوان الهاديه، بيرح له كمان المبروم. مهم تزيحي عن كل شيء اسمه عرض للوش، ما تعرضي زياده وشك، عاكسي دائما فورمه الوش، لانه القلب من فوق بيبقى مبروم يمكن، بس من هون بيبقى عريض. اوكي. دونك مشان هيك فيك تلبسي مبروم بس ما يكون كثير كبير للوش لما نعرض الوش كثير. ما في شك انه الاوفال كثير كمان بيروح للوش اللي عنده فورمة القلب اللي عريض من فوق وانجا مبين هون الدقن تبعه. في عندنا هلا الماسكس لاندرجين كثير اللونات الكبار. مين ممنوع يلبسوا اي وجه خاصه السيدات؟ شوفي السيدات ما فيها كثير تلبسون، منه حلو كثير عليها. وبعدين بدك تشوفي مش دائما نلحقها الموضه. ليكي بتلحقي الموضه بس في مساحه بالوش. في عالم صحيح بتكون وشها مبروم بس هي مبروم صغير. أوكي. في ناس مبروم كبير. بدك تلحقي مساحه وشك. مشان هيك حضرتك لما قلتي لي عوينات عم بيضايقوني اللي هن ورا، بدك تشوفي كمان مساحه الوش، بدك تشوفي كمان مثل ما قلنا جسر. الجسر كثير مهم لتشوفي اذا مثلا عندك ميوبي بوشك مبروم، بيقولوا لك دغري انه الجسر لازم يكون قصير مش عريض. ليه؟ لعينيك يظهروا اكبر. أوكي. لازم ننتبه على هالامور الصغيره بتعطي. وبعدين عم نشتري مثل ما عم نقول كلنا اونلاين، بتصيري تعرفي انه انا برحله 2 3 4 موديلات انا بنقيهم. مثلا في ناس من فوق قلنا رفيع ومن تحت شوي عريض، فيها تلبس اللي عندهم ستراس. أوكي. اللي مثل الفراشه اللي بيوسعوا من فوق، بس تطل الست ما بتعودي تبين انه دقنها كثير رفيع. هون اللعب بالاشياء. بس فينا نرجع نشوف اخر تيب يلي بتعطيها دائما مارلين للمشاهدين. Sun glasses like red lipstick. They change everything. 100%. إذا حاطة أنت لبستك كتير حلو أول ما بتطلي بعرف إنه هيدي مش كتير للرجال، بس عم نقول إنه هي مثل الست لما بتكون حاطة حمرة أول ما بتطل
تغري ونحن مش هيك. مش حيلا حمرة حمرة حكينا هذيك المرة، مش كل الحمرة الحمرة بتلبق للكل، في لون معين. Exactly. نفس الشيء. Exactly. Exactly. ميرسي لك مارلين، وعن جد يعني لازم كل واحد مرة على القليلة يعرف فورم وجهه، يعرف شو بيلبق له، ساعتها بتصير هينة، وخاصة مثل ما قلتي صرنا عم نشتري أونلاين. ميرسي لك، نشوفك أسبوع الجاي. ميرسي مشاهدينا، نحن رح نتوقف لحظات مع بريك إعلاني ونرجع لكم.